بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية، نرحب بكم ونستمر في استعراض التقنيات والأجهزة الحديثة الخاصة والتي تفيد المكفوفين. مرحبا بك أخوي عمرو محمد في هذا الاستعراض وهذه الإضاءة التقنية حول الهواوي وحول جهاز من شركة هواوي. نحاول أن نغطي كل ما يحيط حول هذا الجهاز، وهو من الأشياء المهمة للمكفوفين. فنبدأ بالسؤال، ما هو الجهاز الذي سنتكلم عنه اليوم؟ اهلا بك يا حسين. الاول برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا في عالم كفيف تقني في قطر. حقيقة انا مبسوط، دي تقريبا تاني مرة وان شاء الله مش هتكون المرة الاخيرة. في مفاجآت جاية كتير، وفي مفاجأة المفروض حصرية ان شاء الله هعلن عنها برضو قريبا، ولكن خلينا ندخل في كلامنا عن الواوي ساوند اكس. هواوي ساوند اكس هو سبيكر، ولكن ليس سبيكر عادي، هو سبيكر مدمر للسبيكرات، او هو من فئة السبيكرز التي توضع في المنزل. يعني حسين ده سبيكر يمكن التنقل به، ولكن هو لا يحتوي على بطارية، ولكن هو من السبيكرات التي توضع بالمنزل. أوكي، يعني الحين إحنا تكلمنا وقلنا شنو هو الجهاز. خليني عمر أتولاك بالأسئلة عشان نوضح لإخواننا شنو بالضبط وفائدة السبيكر وشنو المواصفات التي يتصف بها. هو من السبيكرات كحجم كشكل في يعني شكل السبيكر نفسه، طيب حجمه صغير ولا كبير؟ خليني اوصف لك السبيكر. السبيكر عبارة عن، خلينا نوصف الباكج الاول اللي لما تشتري السبيكر هتلاقيها فيه. السماعة زي ما قلت هي سبيكر منزلي، ولو هنيجي نستعرض المحتويات بتاعتها او محتويات البوكس في البداية، البوكس بيكون موجود فيه، هو عبارة عن بوكس كبير تقريبا طوله 50 سنتي مثلا او 40 سنتي، فعرض 40 سنتي او 30 سنتي، ونفس الارتفاع، يعني تقريبا مربع. هو كرتونة جواها بوكسين، واحد منهم فخم، تحسه اصلا حسين مصنوع من الخشب، مش بوكس عادي، وهو يليق بما يحمله بصراحة. اللي بيحمله وزنه مش خفيف، يعني هو الباكج على بعضها وزنها 7 كيلو، ولكن السبيكر وزنه 3.5 كيلو. اكتر حاجة عجبتني في البوكس ده ان بيجي معاه انكلودد جوه البوكس بتاع الساوند اكس اللي هو التاني الصغير، كل فيش العالم، يعني فيشة اللي هي بتاعت اوروبا، فيشة الشرق الاوسط اللي هي بتتوصل في الحيطة، وبيكون معاه ادابتور ليه الجهاز، لان الجهاز ده زي ما قلت هو مش فيه بطارية، هو بيحتاج طاقة محترمة زي لابتوب مثلا، لان جودة الصوت اللي بيطلعها المنتج ده مش طبيعية، وما ينفعش تاخدها غير من سيستم ساوند كبير. اوكي حلو، اذا حجم صغير، ولكن حجم صغير يعني 30 سنتي او 20 سنتي ارتفاع. ايوه، وهي يعني دائرية، حق منضدة صغيرة كذا، أصغر على منضدة، يعني لا يعني ممكن يعني على حط على مكتب منضدة. صغيرة، ترابيز، أيوة بالضبط. انزين، ولكن لا يعمل بالبطاريات، إنما يعمل بالكهرباء مباشرة، يجب توصيله في الكهرباء. عايز أضيف حاجة حسين، إن السماعة زي ما قلت وأنت بترفعها بإيد واحدة كده، ينفع تشيلها بإيد واحدة ولكن وزنها تقيل. وعايز أضيف حاجة،
ان هي فيها اربع أزرة تاتش على سطح الجهاز. سطح الجهاز نفسه لامع وفيه دائرة في سطح الجهاز. الدائرة دي شفت الريموت بتاع التلفزيون القديم مش بيبقى فيه اربع زراير كده ليفت رايت الازرار دي؟ هي موجودة هنا بنفس الفكرة ولكن تاتش. الرايت بيعلي الصوت، خلينا نضغط عليه كده ونسمع كده الصوت بيعلى. حلو. نضغط ليفت تاتش برضو كده الصوت يقل. ثانية يخفض. اوكي. أيوة. نرجع نعلي تاني. طيب في وفوق وتحت. فوق ميوت وتحت الفانكشنز. نحاول نضغط الفانكشنز ده، بنضغط عليه ضغطة مطولة عند الاقتران. نحاول نضغط كده ونسمع الصوت. يا رب اكون بضغط. ده صوت الفانكشن. اها طيب تمام. لما يعمل الصوت ده قبل قبل تقول لي وظائف الاخرى، قبل تقول لي الوظائف الاخرى اتفضل. سؤال كده عابر، هل السماعة سماعة ذكية ولا لا؟ طبعا سمارت. حلو. ازاي بقى ده نعرفه قدام؟ تيجي منها الوان، في السيلفر في اسود. ايوه انا بصراحه اللون السيلفر يعني عجبني جدا. السيلفر والاسود هاي اللي تعرف انه موجود. اوكي حلو. انزل السؤال، السماعه هذه لما الواحد ياخذها مثلا يقدر يوصلها بلوتوث واير ولا بس بلوتوث؟ بلوتوث و NFC، والان اف سي هنا بيعمل مفاجأة هنتعرف عليها زي. دلوقتي الحين تفضل اول شيء قل لنا طرق الاقتران، ثانيا قل لي الفيتشرز الذي يتصف بها ويتميز فيها تتميز فيها هذه السماعة عن بقية السماعات. طيب أول حاجة لو هنتكلم عن طرق الاقتران، فقبل ما أتكلم عن طرق الاقتران وجب التنويه على حاجة مهمة، إن يتوسط الأربع أزرة التاتش باركود يمكن عمل سكان لي بالأبليكيشن اللي هنتكلم عنه دلوقتي بتاع السماعة. في ثلاث طرق للاقتران هنا. الطريقة الأولى والتقليدية انك تضغط على زرار الفانكشنز تاب ان هولد لحد ما تسمع الصوت اللي انت سمعته وتفتح البلوتوث وتعمل بير. اما الطريقة التانية انك تفتح تطبيق الواوي AI Live، ده التطبيق المسؤول عن منتجات واوي حقيقة، وتطبيق مليء بالفيتشرز انا بستخدمه عشان سماعات الفري بودز والساوند اكس، وتقدر تعمل بير من هناك وتقدر تتحكم في افكتات الصوت وتعمل ابديت للسماعة لان دي سماعة زي ما قلنا سمارت. اما الطريقة الثالثة اللي انا هعمل بها اقتران دلوقتي وهي الطريقة السحرية، الا هو ان انت تفتح موبايلك. طيب دلوقتي انا فتحت الموبايل، السماعة دي فيها NFC tag. NFC tag دي لما مجرد ما احط الموبايل عليها اللي بيحصل ان السماعة الصوت ده اللي انت سمعته البلوتوث بيتفتح لوحده، البلوتوث بيتفتح لوحده وبيعمل اقتران بالسماعة. تمام. خلينا نتكلم عن الفيتشرز اللي بتميز السماعة دي. أول حاجة زي ما قلنا الـ NFC. تاني حاجة السماعة دي صوتها عالي جدا، عالي لدرجة إنك لو خليتها على 70-80% وجيت تتكلم لن تسمع نفسك. عارف يعني إيه سماعة بالحجم ده؟ عشان نعرف ده بيتم إزاي؟ لازم نعرف ان دول 6 سبيكرات مدموجين في هذه القطعة الصغيرة، وفي هنا 4 ووفرز مسؤولين فقط عن البيز، وبيدوا صوت 60 هرتز 91 ديسيبل. الكلام ده يترجم الى صوت نقي وقوي جدا يضاهي قاعات الافراح في هذا الحجم الصغير. عشان نفهم جودة الصوت ده، يعني لو احنا خذينا اربعة منه وحطيناه في ايه؟ اربع زوايا، هي واحدة في غرفة واحدة بتكفي. الصوت اللي هنا محيطي اربعة منه في اربع زوايا راح نسوي دي جي كامل. هما اتنين يعملوا دي جي، بل واحدة اصلا كفيلة ان هي تقوم بفرح مثلا. انت متخيل دي يعني من اعظم
زي ما هنسمع دلوقتي في كواليتي الصوت، هنحاول نشغل. انا اسف الناس اللي اكيد انا مش من محبين الموسيقى، ولكن احنا لازم نشغل حاجة فيها بيز بس عشان نقدر نوضح قوة هذا الاختراع الرهيب بعدة نماذج. ان شاء الله اقدر اوصل لكم بس حتى ولو جزء بسيط من صوت هذا الوحش العملاق من هواوي. بالتالي الصوت هنا عالي، فعشان الدنيا ممكن تضرب في اي وقت حواليا، تحصل مشكلة، الجيران يجوا يزعقوا. فعشان حل هذا الموضوع، لو انت السماعة بتتكلم ممكن تحط ايدك على بقها كده تقول اسكتي والله انا مش عايزك تتكلم. ده بيتم ازاي؟ حط ايدك على الجزء العلوي، بيعمل ميوت كامل، ايدك مرة تانية بيلغي الميوت. تعال نجرب كواليتي الصوت يا حسين ونشوف ده بنعمله ازاي. انا موطي السماعة عشان بس ايه هنعليها طبعا. يلا بينا. واو. الدنيا ضربت. طب عايز اسكت السماعه في اي وقت اعمل كده. كده عمل ميوت كده، اضربها تاني تلغي هذا الميوت. اضربها اضربها. ها يلا اضرب. اتضربت كمان تاني. اتضربت بس. لا لا انا بوقفها. طيب في سؤال هنا هدور حول هذا العملاق، هل هو عظيم في البيز بس؟ لا طبعا، في كواليتي الصوت برضو. نحاول نشوف مقطع القرآن مثلا. ايوه. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذا العملاق يمكن استماعه الذين كذبوا في أي وقت واستكبروا ومن قبل أي ميديا. لهم أبواب. دي أكبر ميزة في هذا العملاق. يعني أنا نفسي كل مرة أسمعه أنبهر بصوته. من إحدى الميزات العظيمة اللي موجودة برضو في هذا العملاق الهواوي، إنك ممكن تربطه بالجوجل اسيستنت والجوجل هوم ميني. ممكن تعرف حسين، مش ساعات ممكن تطلب من جوجل هوم ميني يشغل لك حاجات على يوتيوب ميوزك؟ صح. ايوه. ممكن تقول لجوجل هوم ميني يشغل لك حاجات على يوتيوب ميوزك وتبقى رابط من التطبيق السبيكر الديفولت ده، وهي دي اللي تشتغل. انت متخيل؟ ماشي. حاجه عظيمه جدا. عظيم جدا عظيم جدا عظيم جدا. انزين رائع. السؤال اللي عاوز اساله، كم سعر هذا الجهاز؟ السماعه دي بالفيتشرز دي حقيقه هواوي. يمكن في ناس بتشوف ان انا اللي خلاني ادفع كده في السبيكر، بس انا يعني بعد ما جربت السماعه دي شايف ان سعرها منطقي، اللي هو $350 تقريبا. سعرها هنا في مصر حوالي 7000، ولكن يا حسين صدقني دي تستاهل اكتر من كده بكتير. عشان برضو نعرف السادة المشاهدين، المنافس بتاعها من بوز اللي هو البوز هوم سبيكر 500، صوته مش كده وما فيهوش كل فيتشرز اللي سمارت. يعني نقدر نقول انه هو مشابه للسامسونج ماكس او حاجة زي كده اللي كانت بحجم منزلي. المسرح بتاع سامسونج المنزلي هي اقوى منه.
هي أقوى منه بكثير. بل سمعني تمام. برضو فيها فيتشر حلو قوي، إن أنت ممكن تربطها بنفس شبكة الواي فاي اللي أنت متصل عليها، وتنزل لها أبليكيشن تقدر تعمل كاست من موبايلك ليها بدون أي تدخل للبلوتوث. بل ما شاء هيجي الله. أبديت قريبا انت لهذه السماعة، قاعد لأن تتكلم عن هواوي. أيوة واوي هيجي لها أبديت اها قريبا. السماعة دي على فكرة انكلودد فيها 8 جيجا بايت ستورج. ومفاجأة، لو اها دخلت على موقع واوي، ودي من الحاجات اللي فاجأتني شخصيا، السماعة دي فيها بروسيسور كواد كور 1.5 جيجا هرتز، وده المفروض ان في الابديتس اللي جاية هيبقى ليه دور اكبر في اعطاء صوت افضل، وامكانية تخزين ملفات صوتية وتشغيلها من نفس السماعة. ما رأيك أها في هذا الاختراع العظيم؟ شيء صراحة نتوقف عنده. يعني بصراحة من الأشياء المهمة والخصائص المهمة أن هذه السماعة ممكن أن تستعمل مثل ما قلت أنه في الأفراح، تستعمل في يعني على فكرة عاوز السماعة ألفت هذه انتباهك برضو لحاجة، من الآخر مش لازم تعلقها على الآخر، انت ممكن توطيها وتستمتع بصوت هذه لا مثيل له بجد. لا من الآخر هذه سماعة حلوة، وممكن تستخدم كسماعة مناسبات، وممكن تستخدم سماعة يومية، فيها خصائص عديدة. يعني نشكرك يا أستاذ عمر على شكرا إبراز شكرا يا أستاذ مثل حسين. هالسماعات ومثل هالتقنيات للمكفوفين، اللي إن شاء الله دائما هم يستفيدون منها ودائما متابعين لنا. يا جماعة بدون متابعتكم ترى حسين احنا ما معلش ننجح، قبل بدون ما نختم مشاركتكم. نسيت أقول على ميزة برضو مهمة أنا جدا. دلوقتي أنا موصل نقطة السماعة قل لي بالان اف سي ومشغل حاجة. يلا نشغل، هوريك بس حاجة كده هتنبهر منها جدا. دلوقتي أنا مشغل حاجة على سبيل تمام المثال، عايز أفصل بسرعة، هعمل كده، حطيت الـ NFC تاج على السماعة تاني. تعال نشوف البلوتوث في الموبايل هنلاقيه مقفول. على طول قفل. لان الناطق قفل انفصل من البلوتوث، السماعة، صح؟ قفل البلوتوث وفصل الكونكشن. دي حاجة عظيمة برضه. يعني بالـ NFC يقفل ويفتح الفصل ويفتح الاتصال بالجوال او البلوتوث ويكونكت ويفصله ويقفله. بالكونكشن. شيء جميل جدا. اللي حاب انه يعلق يسأل، جماعة ما يبخل لازم علينا لايك اشتراك بأنه للقناة. يحطه في أنا الفيديو بتعب، وفي التعليقات يعني. أنا أكيد بتعب و في هذه مثل هذه التوفير، هذه التقنيات برضو للمراجعة. وحسين مشكورا قائم على المؤسسة بشكل كامل. فنتمنى لايك سبسكرايب شير للفيديو لكل أصحابك عشان يستمتعوا بهذه التقنيات الحديثة. كومنت بقى، يعني وإن أكيد شاء احنا الله تعبنا في هذا المحتوى الكومنت فكومنت. حلو، كومنت حلو يعني، أيوة كومنت ما بتخسرون منه شيء. صح. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تابعونا في فيديوهات قادمة عبر إن شاء الله. عالم كفيف تقني من مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية. كنتم مع هذه الإضاءة التقنية مع أخوكم عمرو محمد وحسين نظر.